صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 59 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 77 لسنة 2013، وذلك بناء على اقتراح جهاز الخدمة المدنية جاء فيه. تضاف فقرة ثالثة إلى المادة الثانية من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 77 لسنة 2013، كما تضاف فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من ذات اللائحة نصها الآتي: المادة الثانية الفقرة الثالثة: كما يفوض الجهاز في تحديد بداية راتب وكلاء الوزارة ومن في حكمهم الذين تم منحهم الفئة الممتازة على ألا يتجاوز راتبهم الحد الأدنى للراتب الأساسي للوزراء. المادة الخامسة فقرة جديدة: وتصرف العلاوة الدورية السنوية لوكلاء الوزارة ومن في حكمهم الذين تم منحهم الفئة الممتازة على ألا يتجاوز راتبهم بهذه الزيادة الحد الأدنى للراتب الأساسي للوزارة.